بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين الأمين العام للمنتدى الإسلامي العالمي، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، أصحاب المعالي والفضيلة، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أتوجه حقيقة لسماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال تنظيم هذا المؤتمر الجامع الذي يأتي في وقته ليتعامل مع تحدي أعتبره من التحديات الوجودية وليست من التحديات الآنية. ونحن اليوم نلتقي تحت مظلة للحديث عن دور الزعماء الدينيين في حماية القيم الدينية الأخلاقية وتعزيز السلم والأمن. أصحاب الفضيلة، لا شك لا يخفى على أحد أهمية دور القادة الدينيين، وهنا القادة الدينيين إما أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعاتهم، في تنمية تلك المجتمعات، في تعزيز اللحمة المجتمعية والوحدة الوطنية، وتحصين الأجيال الناشئة من الاختطاف الفكري والقيمي، وتسخير كل الموارد لبناء مستقبل أفضل لدولهم وشعوبهم. القادة الدينيين لا يمكن تجاوز دورهم، وعدم قيامهم بأدوارهم سيخلق فراغ يؤدي إلى قيام الآخرين بدور تخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار والعمل على خلخلة المنظومة القيمية للمجتمعات. ولذلك مهم جدا إدراك أهمية دور القادة الدينيين، ومع إدراك أهمية هذا الدور لابد أن ندرك طبيعة العصر الذي نعيش فيه. نحن الآن نواجه تحديات مختلفة تحتاج أدوات معاصرة، أدوات تتناسب معها. لا يمكن أن نواجه التحديات المعاصرة بأساليب تقليدية اعتدنا عليها وألفناها وأصبحت هي السياج اللي دائما نتحدث عنه ويحكم أعمالنا ومبادراتنا وبرامجنا. نحن الآن في عصر أصبح هذا العالم الافتراضي أشد تأثيراً من العالم الحقيقي، وزالت الحواجز بين المجتمعات، وأصبح جيل الشباب يرى في نفسه القدرة على أن يؤمن بما شاء ويفكر كما يشاء ويحدد خياراته، وهذا حقه. لكن مهم جدا أن يكون هناك للقادة الدينيين دور مقنع لهذا الشباب، يحمي هذا الشباب كما ذكرت من الاختطاف الفكري والأخلاقي، ويحصنهم بطريقة تجعلهم أدوات بناءة تقوم بدور إيجابي في بناء مجتمعاتها بدل أن تقوم بدور تخريبي. ولذلك أتصور أن على القادة الدينيين أن يعيشوا عصرهم وأن يطوروا الأدوات التي من خلالها يخاطبون الشباب ويتعاملون مع المحيط الذي حولهم في دولهم، وهذا يتطلب خطاب مقنع للشباب. نحن أحيانا نقدم خطاب مقنع لأنفسنا كأننا نحدث أنفسنا، ويعني نغفل أن جيل الشباب يعيش واقع مختلف ويعيش عصر مختلف، والعالم الافتراضي، مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالشباب وبأفكارهم وبآرائهم وبخياراتهم. نحن بحاجة إلى أن نطور أدوات تجعلنا نقدم خطاب مقنع لهم. وفيما يتعلق بالقيم، أرى أن نحن أحيانا نخسر القيم على قيم نضعها في حدود ضيقة جدا تتعلق بقيم ذات البعد اللي اعتدنا عليه من الأخلاق، لكن نحن يجب أن ندرك أن هذا العصر مختلف. ولذلك أتصور أننا يجب أن نوسع دائرة القيم
التي يجب أن نعمل على الحفاظ عليها وعلى تنميتها. وأبدأ بأهمية ثقافة المواطنة وقيم المواطنة. نحن بحاجة إلى أن نرسخ لدى أبنائنا وبناتنا قيم المواطنة حتى نحميهم من الاختطاف العابر للحدود الذي يأتي من خارج الحدود ويختطف عقولهم وقلوبهم. هذه قضية أساسية إذا أردنا أن نحافظ على السلم والأمن في أي مجتمع. يجب أن نعزز من قيم المواطنة لأبنائنا وبناتنا حتى نحصنهم من الاختطاف الخارجي ومن التأثر الخارجي، وبالذات في هذا العالم الافتراضي، في عالم الإنترنت وعالم مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الآخر الذي أرى أنه في غاية الأهمية بالذات لنا نحن كمسلمين، تعزيز ثقافة دولة القانون. بدون وجود ثقافة دولة القانون سنفشل في حماية كل منظومات القيم لدينا. ما أعطيكم مثال هنا، في جمهورية روسيا الاتحادية الخطاب السياسي ممثل بفخامة الرئيس بوتين، والنظام السياسي كله يتحدث عن تعزيز القيم المجتمعية والمحافظة عليها، و يتكرر هذا في معظم الخطاب العام الذي يأتي من القادة السياسيين. أهداف هذا التوجه لن تتحقق إلا إذا نحن قمنا بأدوارنا في تعزيز قيم ثقافة دولة القانون لدى أبنائنا وبناتنا. يجب أن نربي أبنائنا وبناتنا على الالتزام بدولة القانون والانضباط بالأنظمة والقوانين في مجتمعاتهم. الفوضى ستكون أداة تخريب تحرق الأخضر واليابس. ولذلك مهم جدا أننا عندما ننظر إلى القيم التي يجب أن نحافظ عليها، يجب أن ننظر إليها تحت مظلة المحافظة على دولة القانون وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة في كل دولة، حتى لا يتعرض أبنائنا للتأثر بأزمات الآخرين بمشاريع الآخرين. نحن الآن البشرية كلها تواجه خطر أن هناك توجه من اليسار المتطرف لتدمير القيم المجتمعية، لتدمير قيم الأسرة، لنشر ثقافة مختلفة لا تتوافق لا مع قيمنا، لا مع عرافنا، لا مع تقاليدنا، ولا مع القيم الإنسانية التي جمعتنا على مدى قرون. ولذلك مهم جدا أن ندرك أن هذه المعركة ليست معركة مجتمع معين أو إقليم معين أو دين معين، بل هذه معركة البشرية في قيمها الإنسانية ضد تيار يساري متطرف يريد أن يختطف القيم ويقدم مشروع قيم جديدة للبشرية من خلالها، يخلق هيمنة على العقول والقلوب ويؤدي الحقيقة إلى صناعة مجتمعات يستطيع أن يقودها ويسيطر عليها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا بعد ذلك. إذا تم زعزعة المنظومة القيم المجتمعية سيسهل السيطرة على أي مجتمع. ولذلك أنا أدرك أن الوقت يعني يدركني، أؤكد على أهمية دور القادة الدينيين على استحداث أدوات جديدة في التعاطي مع التحديات، على ضرورة أن يقدموا خطاب مقنع للجيل الناشئ يحصنهم من التأثر بالاختطاف الفكري والأخلاقي القادم من الخارج، التأكيد على تعزيز ثقافة أو قيم المواطنة، التأكيد على تعزيز ثقافة دولة القانون، ثم صناعة ثقافة جديدة بضرورة ليس الدفاع عن القيم وإنما تحصين الأجيال الناشئة من التأثر بقيم اليسار المتطرف، وهذا يتطلب خطاب ديني عصري مقنع للأجيال الناشئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.